اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 26 من الووك ثرو لإلدن رينج شادو ذا 3. يلا نبدا. الحلقه الماضيه خلصنا هذا الجزء من الانشنت راور وند، وهلا بدنا نكمل في الجزء هذا. اوكي، فمن هون بدنا نفوت على هذا المكان، راح يكون فيه مجموعه من الشادوز. إن كانت ما تقتلهم، بس إنه ليش لا؟ هون على الدرج في عنا كوكري، وهاي يضرب. هلا الغرفة بس تفوتها على اليمين راح يكون في شايني بوتمان، بعطينا لوت ايتم. في هناك كيرست بليد، في هدول اللي برموا الشغلات هاي. اول اشتعال هون على اليمين ولاد. اوكي، راح يعطينا ايتم، ما راح يعطينا بجريد. كمان شغله بس عشان نسهل حياتنا شوي، تعالوا اقتل هاد قبل الكيرست بليد. في كمان واحد برمي اشياء، انه فضل المكان بعدين ابلش فيها. انتبه من الاشياء الفاير هاي اللي بتضربها. اوكي، بس تقتلها بنفس الغرفة اللي كنا فيها. هون في عنا شادو 3 فراجمنت. اوكي، وهون برا هذا المكان فيه اثنين هورند ووريرز، هي واحد فوق راس الكاركتر والثاني جوا. حاليا ما راح نروح هناك، سيب المكان هلا، راح نرجع له. غير هيك تعال هون على الويست رود، راح يكون في عنا مصعد وعنا حبة لوت. اللوت عبارة عن جلاس شارد، شارد جلاس جزازة. لا سبيريت ستون، اوكي فكرها جزازة. تمام، وهون راح نلاقي مصعد فراح نستخدمه. تمام، مجرد ما تطلع قدامك في البحيرة راح يكون في بيردمان البيردمان هذا مش المفروض يعني مؤذي شوي، ولكن نقدر نقتله. اوكي، راح نلاقيه هون في البحيرة. انا وقفت شوي لانه الايد صارت بدها تطفي. اوكي، بس هذا الزلم يموت. هنا في نص البحيره في سبل، تمام، اللي هي اول ضربه ضربها علي. هذا الباب لا تفوته حاليا، تعال على يمينه راح نعمل انلوك ل السبيريت سبرينج. يجي هون، هي اشتغل هذاك المكان اللي قتلنا فيه الجولم، وهنا وراه الجريس اللي بلشنا منه. تمام، هلا بنرجع، وبرضه هذا الباب اللي على اليمين لا تفوته حاليا، راح نرجع نفوته بعدين. بس اللي بدنا نروحه امشي باتجاه المصعد، بدنا نروح على يمين المصعد. هاي المصعد قدامنا، روح على اليمين راح تصير تلاقي بلاتفورمز بنقدر نمشي عليها. تيجي تطلع هون دروب اول وحدة، بعدين بدك تيجي هون دروب. تمام،
ناخذ الفاول فوت وهلا الحق الطريق. لا تكون متهور هون، امشي على مهلك، واذا خايف توقع انزل عن الحصان. اوكي هلا هناك قبالنا في مصعد، بس قبل المصعد بدنا نيجي هون نمشي للاخير. هون راح يكون عندنا اثنين انكوزيتورز عم بتعبدوا. تمام، من هون فوت جوا هاي الحفره، فوت جوا هاي الحفره راح نلاقي صندوق. هذا الصندوق راح يعطينا تلزمان، هاي التلزمان تاخذ تلزمان اوف اول كروسبلز. هاي التلزمان تعمل الإفكت لكل الكروسبل تلزمان. ايش يعني؟ يعني بتقلل لك الدمج اللي بتاكله من الكريتيكال هيت من الهيد شوت، وبتزيد لك الإفكت من تبعت الرول والباك ستاب. تمام، بس تصير تاكل دمج زياده، فانترستنج قويه. اذا بتستعمل السبيلز تاعت كروسبلز هاي بتساعدك. تمام، من هون على المصعد. تطلع هون راح يكون في عندنا جريس في مكان ما هنا. وين الجريس؟ هي اختفت مع النهار. تمام، اذا بدك تعمل ريست جو اهيد. هلا انزل الدرج، قبالنا هناك على الشمال في جاينت برمي اسهم، فانتبه. تعال هون على اليمين راح يكون عندنا كالكولس على الحفه. اشتري الكالكولس. ايوه تمام. هلا بنرجع بننزل الدرج. على الدرج راح يكونوا في كلبين بحرسوا سومبر فيك، بعدين بدنا نطلع نقتل الشخص اللي فوق. ثانك يو سير، ما قصرت. او سميثينج ستون 7 مش ستون بار 6. اوكي بس تقتله، تابع طريقك لتحت، ارجع الدرج. هلا بدنا نروح على هيدن اوبشنال بوس. لما تنزل هون حاول انك تنزل على دول الحجار عشان ما تموت. هون على هذا الطريق راح يكون في شادو 7، شادو رون 7. متذكرين في بداية الإكسبانشن في منطقة أخذنا منها بورتل وجابنا على مكان كان فيه بيردمان؟ في حدا عم بيلحقني؟ معلش افتح الماب لو سمحت. انت اوكي، متذكرين عند كاسل انسس هون لما جينا على هاي الجريس ونزلنا عند المي، هون كان في كاريان جولم، بعدين طلعنا لحد هون. تمام، كان في بورتل، البورتل هاد بعثنا على مكان عباره عن بركه مي وكان فيها تاليزمان ورا الشلال وكان في بالنص بيردمان، فهذا هو المكان اللي قبلنا. اوكي بس عشان يعني معلومه لمعلوماتكم. هلا هون تحت الاوبشنال بوس، البوس هو عبارة عن ديفاين بيست، نفس البوس الأول، الفرق إنه في عنده ديث بلايت، نفس الأتاك نفس كل إشي. في واحد من الفيزز بيعمل ديث بلايت، ولما يعمل الديث بلايت هاي بيعمل سامون ده باتلس، فهدول تأكد إنك تقتلهم.
اعمل كود لريجوفينيتنج بولسز ونروح عليه. حاول لا تكون لو سمحت. هيك راح يبلش في الدف، راح يبلش يعمل صمم للباسلف. على الباسلف ممكن تستخدم الويف اوف جولد، تشيلهم وانشوت كلهم. هيك بلش بالوين. بس تقتله تاخد ديفاين بيست تورنيدو، هاي الضربة اللي ضربني اياها هلا. اوكي بس تقتله ارجع على راو انشنت رونز ويست اللي هي نفس الجريس اللي بلشنا منها. هلا بدنا نرجع نفوت على نفس المكان، بس بدنا نطلع برا. متذكرين قلت لكم في برا اثنين هورن ووريور، هلا بدنا نروح لعندهم. لا تنسى تقتل هذا في أول مرة. اوكي إذا تأكد إنه فيش حد لحقني. تمام، وهلا بدنا نقتلهم. طبعا قتلهم واحد واحد، لا تكون الزلم الشجاع كثير. تعال لهون وبلغش لو سمحت. اوكي اول واحد مات، هلا بدنا نقتل الثاني. طبعا الثاني بتفرج علينا. اوكي تقتله. هون في عنا ريفيرد بريتاش. هلا هذا المبنى فوقنا في حبة لوت، حبة اللوت هاي عبارة عن شادو رون فور. كان بإمكاننا ناخذها قبل، بس راح اخذها كمان شوي. اوكي فكروش اني نسيتها. anyway من هون بدنا نفوت على هذا المكان. هذا المكان فيه روت وفيه فيس، فبدنا نحاول نقتلهم عن بعد. ضبيت البولت. طيب مش مشكلة. اول غرفة هاي راح يكون فيها ثلاثة. اوكي هاي الثاني. والثالث واقف هناك. تمام بس تقتلهم. هون ستريت في كمان حبة لوت،
وهلا راح يكون مكان فيه اكثر من واحدة فيهم، فمش غلط اقتلهم بالطريقة اللي تريحك. ما كانش قصدي هيك بس ماشي. اوكي واخر واحد موجود هناك. تمام ولا بنلم اللوت اللي اخذناه منهم. هاي الشغلات كلها تضرب. هلا من هون بس تطلع برا، تطلع هون على الشمال في عنا كوك بوك. من هون للمبنى اللي قبالنا في هيدن بريدج، في جسر مخفي، فضلك سليف بس توصل هون راح تلاقي ألتر. هذا الألتر اللي بيحول لك الويبون لا ويبون سورد اوف لايت بدل سورد اوف داركنس. هلا هذا ليش احسن من السورد اوف داركنس؟ لانه الاتاك تبعه انستنت اوكي، وبيعمل هولي دامج لما لاشوف فور هاي انستنت، وبتعمل دمج محترم وبتعمل استاجر عالي. فانترستنج. من هون ارجع على الجسر، بدنا ننزل على مكان هذا بعدين. تعال هيك ساوث تقريبا، دروب هون كل هذا. بدنا ننزل على السبيريت سبرينج اللي فتحناه قبل شوي اللي هو هذا. تعال هيك طلع ايست ونط. تمام طلع درج راح نلاقي صندوق. هذا الصندوق فيه تاليزمان بلس 2 بتزيد لك الديفنسز، بتزيد لك الاميونيتيز فعليا. تمام من هون ارجع انزل السلم، السلم انزل الدرج وروح على الشمال. هون راح يكون في عنا لوت. هذا اللوت عبارة عن هورن بيست. هاي النزلة هون بتذكر اني نزلتها ومتت فما تنزلها. تمام بلش الدنيا تليلل، طولت وانا برا. هلا من هون وين كان الزلمة؟ دروب نورث بعدين دروب ويست محل ما قتلنا اهداف الشخص. من هون اول اشي تعال هون على الشمال محل منزلنا، وروح الشمال. هذا المكان راح يكون فيه كلاب. حاول اقتل اكبر عدد ممكن من الكلاب قبل ما تقتل صاحبهم. بس تقتل هدول جولدن هون تندر واعتقد ذات ست. ما في اشي تاني بهذا المكان فنعود ادراجنا، مش من هون، نعود ادراجنا من هنا ويست. في درج، من الدرج هذا بدنا نروح يمين. اولموست خلصنا. هلا هذا الطريق والطريق من هناك هو نفسه، بس هناك راح يكون في اعداء انا مش بديش اقتلهم، فعشان هيك جيت من هون. تاخذ النوتريزن هون فوق في شايني بوتمان رجل الطنجرة اللامعة راح يعطينا ريبيرت سبريت اش. اوكي برضو هذا بصير. بدك تنزل بعدين ترجع تنزل كمان درجة تحت
هون راح يكون عندنا مصعد، ولكن قبل المصعد هذا المكان فيه سبيل، فيه ستومبر 1، فيه عقارب بتطير ستومبر 1 هيها. تحت الستركشر هاد في ورده، وجنب الورده في السبيل. هاي السبيل بتخليك ورده زيهم. اذا شفتوا عملها كاست الكروسبل نايت الحلقه الماضيه. هلا من هون نرجع المصعد، وهيك نكون خلصنا كل شيء هون. مصعد تمام. تعال هون اقتل الزلمه اللي حامل الطنجره، حيعطينا ريفير بسبيريت اش. بعدين امشي ساوث ساوث ايست وارجع من محل ما اجينا. هنا بعد درجات، بعدين هتلاقي حالك صرت عند المكان اللي قتلنا فيه التنين هون ووريورز، وهذا اللي كان فيه اول ثلاثة بيت. فمن اول غرفة هاي هون على الشمال في مصعد، اخذ المصعد. يرجع شغله لاني راح ارجع اطلع هون. اخذ المصعد. ما تطلع الطلعة هديك، تعال على اليمين، لانه الطلعة هديك ومجرد ما تطلع هون سنت راح يعمل لك انفيد. تعال هون خذ السكار اللي تبد بالهد. اقتل اللي وراك كونه شاف معك فيه. وهون ورا هاي اللوت هي السبل اللي هم بيستخدموها. هلا بنيجي بنقتل الثالث. وهذا الباب متذكرين قلت لكم هذا الباب لا تفوتوه، هون كان ال شو اسمه البيرد مان، قلت لكم لا تفوتوا هون. وجينا من هون عملنا انلوك للسبيريت سبرينج. تمام شفتوا كيف لفينا رجعنا. هلا اللوت الاخير اللي ضايل اللي هو راح يكون على هاي، فخلينا اروح اخذه على السريع بدل ما اضلني رايح جاي. فهم البيرد مان ما بديش اقتله مره ثانيه، عشان هيك انا ماشي على اليمين. كيف تيجي بتطلع جنب جنب هذا المكان اللي كان فيه 200 وورير اللي كنا فيه من دقيقة ونص. ناخذ شادورون فوق، عشان هيك انا قلت لكم بدي ارجع انزل المصعد عشان ارجع اطلع فيه. المكان متاهة، وفعليا اذا انت مش عارف وين بدك تروح او مش عارف ايش بدك تعمل او مش حافظ المكان اساسا ومتت، صراحة راح تتغلب. حط الـ Preserving Bolases. هلا بمجرد ما تمشي هون حصان بنزل، هذا معناه انه الزلمة بده يعمل لنا انفيد، هو حيكون فوق على راس الدرج. هلا الزلمة هاد حاول ما تخليه يبلش يضرب لسبب انه بيعمل بليد بالدب كثير بسرعة. هو حامل سلاح كثير قوي، فالكس اسمه. هلا راح ناخذه منه وتاخذ اوعي، وهيك بتكون خلصت الكوست لاين تبع هورنتن. فالكس هذا سلاح كثير قوي للدكسيريتي، راح اعمل له ليفل اب
أجربه في الحلقة اللي جاي. اوكي وهيك بنكون خلصنا المكان وجاهزين للبوس. اعمل ابجريد لو ماشي معاي. المفروض انت هلا 18 9 فضايل لنا 5 من الريفير سبيريت اش وضايل لنا 6 من الشادو ريفراج. هلا بالنسبه لهذا البوس اسمها رومينا سينت اوف ذا بود. هي ويك للفاير وللفروست بايت. تمام ويك للفاير وللفروست بايت. ضرباتها بتعمل انفليكت ل الروت فخلي معاك الديزيرفينج بولسز. الاتاكس تاعتها سمبل اتاكس. عندها سويب اتاكس جمب اتاكس في عندها جراب اتاك. اهم تو اتاكس تدير بالك منهم لما تنط في السماء. لما تنط في السماء عندها تو نوعين من الاتاكس. الاتاك الاول انها بتصير تعمل سويبس. السويبس هاي بتصير تطلع فراشات يعني بتصير تلولح بالسيف بين قوسين. بتصير تطلع فراشات. الفراشات هاي بعد فتره بتنفجر فبتعمل روت. فدائما كل ما تشوف فراشات حواليك ابعد عنهم. الاتاك الثاني بتنط بالجو بتصير تدحرج عليك فهاي بس بدك تعمل رول خلالها. ذاتس ات. يعني مش كثير صعب ولكنه كثير حلو الفايت. لو محتاج هون بتلاقي السمون ساين تبعت شو اسمه دين اللي هو المونك لو محتاج بس يعني ما في داعي صراحه. هاي الجرابة تاك انتبه منها. هلا لا وقفت في الجو. هاي ابعد عنها. هيك بلشت فيس تو. شايفين الفراشات هذول الفراشات انفجروا بيعملوا رد. هاي البتلورح بالسيف بتعملها ثلاث مرات بتطلع فراشات. هاي بتدحرج. هيك بتكون رومينا ماتت. تمام الريمبرانس تاعها بتاخذ السبيل اللي بتعطيك الفراشات وبتاخذ ال هو اعتقد هالبريد هذا اللي كان معها الويبون اللي كان معها سترينج ويبون. اوكي فهيك اوفيشلي خلصنا كل اشي في الجيم ما عدا الدنجن الاخيره اللي هي هاي. هلا ما راح اعمل بروجريس هلا لانه بدنا نحرق الشجره وعطول راح يعمل لنا تليبورتر. اوكي فهذا الحكي راح ابداه في الحلقه اللي جاي. تمام هيك كل شيء في الماب خلص. الشيء الوحيد اللي ضايل هو عباره عن بينتينج وفي بدايه الحلقه الجايه راح نحلها. غير هيك الليجاسي دنجن هاي والفاينل بوس. تمام فجود لك في المنطقه جد ركز اعرف انت وين عشان ما تضيع. فلحد هون كان معاكم جيمي. لو عجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها وقت روح قولوا في الكومنتس ونشوفكم بالحلقة اللي جاية. سلام.